المركز الوطني لتربية الخيول شوشاوة بتيارت، عاصمة الفرس المغاربي والعربي. أكبر مركز لتربية الخيول بأفريقيا، وأول مخبر علمي عربي يزاوج بين تربية الخيول العربية والبربرية الأصلية. هذه حظيرة شوشاوة العملاقة بعاصمة الرستميين ومهد الفروسية. مرحبا بكم في مركز تربية الخيول شوشاوة ديارت، اللي هو المركز الوطني على المستوى الوحيد على المستوى الوطني الذي أسس في سنة 1877. هذا المركز يتربع على مساحة زراعية مقدرة ب 610 هكتار. هو مصنف كموروث ثقافي ووطني بامتياز، يحتل مكانة عريقة وكبيرة على المستوى الوطني المحلي أو العالمي. المركز هذا يحتوي على عدد من السلالات المختلفة، اللي هي الحصان العربي الأصيل أو الحصان البربري أو الحصان العربي البربري، وكذلك الحصان العربي الإنجليزي. كل سلالة والتوجه تاعها، الحصان العربي الآن راه موسه لسباقة الخيول، الحصان العربي البربري أو العربي الإنجليزي يعني يكتسب مكانة كبيرة في مجال سباقة القدرة والتحمل. أما الحصان البربري فالكل يعلم أنه من بين السلالات العريقة اللي موجهة لسباقة القفز على الحواجز أو القدرة والتحمل، أو كذلك الغوندوني أو الفانتازيا، أو ما يسمى برياضة الفانتازيا. قيمة تاريخية كبيرة لهذه الحظيرة جعلت السلطات الجزائرية تصنفها ضمن أهم المواقع الأثرية الجزائرية. هذا حصان عربي أصيل، نستعمل القدرة والتحمل، راني مكالفي به الثمانين، إن شاء الله بقات الثمانين وحده ونكالفي به الانترناسيونال. نجي كل صباح على الثمانية، هيا نجي نطلع عليهم نشوفهم كي صبحوا دايرين، أشكرهم ملاح ماهوش ملاح، بعد نقيهم نعطيهم العلف تاعهم، نعطيهم الماء، شغل نظل معاهم من الثمانية حتى الخمسة تاع العشية. دايرهم شغل كيما ولادي، والنظافه كل يوم ننظفوه يوميا. عندي عواد هنايا في عندنا، يعني كي نجي الصباح ان شاء الله بربي نجي نطل فيريفي عوادي كاع قبل ومن بعد، شنو ندير؟ نسير بيهم الزرعه تاعهم الصباح مع لي فيتامين، عندهم راسيون الصباح مع لي فيتامين، ومن بعد نزيد ندور على عوادي نبروسيهم، فيريفي كاش عاود مبليسي ولا كاش عاود ماهوش مريض ماهوش طايق ولا ما عندوش الماء ولا كاش حاجه، نعيطوا للفيترينير، ومن بعد ابخي ساعه نسربوا لهم الفوراج تاعهم، ومن بعد عندنا على 10 ونص نطلقوهم يخرجوا يروحوا لي بادوك تاعهم برا يفلاو، ونجي انا نفيريفي نعاود نزيد نفيريفي لي بوكس تاعهم نفيريفي لي زابروفوار تاع الماء. فيما يخص المسابقات، يعني الـ 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 المركز بالتنسيق مع مختلف المصالح من مديرية الشباب والرياضة أو مديرية السياحة أو مديرية الثقافة، عندنا عمل كبير وجبار. آخر ما تم تنظيمه هو تظاهرة سباق القدرة والتحمل هنا في ولاية تيارت، اللي كانت وطنية وكانت تأهيلية لسباق القدرة والتحمل الدولي اللي شارك فيه عدد كبير من الفرسان. كان تنظيم محكم جيد من طرف جمعية فرسان ولاد الأمير عبد القادر، يعني مشكورين، وعلى بالتنسيق وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية تيارت. مسابقة كل يوم تحضر، كل يوم تخدم، هي حتى الاتحادية تبرمج المسابقة تروح تشارك فيها. شاركت في عدة مسابقات بهذا الحصان، وكاليفيت بأن كاليفي متأهل به 80 كيلومتر.
والمره الجايه ان شاء الله بربي الانترناسيون. فيما يخص عمليه البيع والشراء تتم على مرحلتين، كاين الحصان العربي الاصيل اللي هو موجه للسباقات، يتم البيع تاعو عن طريق المزاد العلني، سواء في مناسبات الفاتح ماي او 5 جويليه من كل سنه. فيما يخص السلالات الاخرى يعني البيع يكون بالتراضي يعني في على مدار سنه. We'll be right back.